ما بتهزرش مع العود بتاعك يعني؟ اكيد اهزر، وكثير افكار طلعت من الفكره انه واحد يعني مسترخي بهالشكل وجالس بهالشكل ويبدي يسوي اصوات. أيوة. وبعدين يبدي يطلع شيء حلو فيبدي ياكد عليه. كثير تصير كثير. يعني مثلا قصه حب بين عصفورين، حب العصافير، يعني طلعت وانا بهالشكل يعني بيدي العود ومرهق من التمرين، وبديت اداعب الاوتار يعني اهزر على قولتك، فطلع صوت حلو جديد اللي هو ده المفروض دي مش مزيكا. لا طلع ومزيكا بس ما لا هو ما صوت. وارده صوت اي بس هذا التون يعني درجات صوتيه. فبديت الله طلع الصوت حلو، فبديت اسوي